هذا يسأل يقول هل إذا قلنا فلان يحلق لحيته هل هذا من الغيبة؟ نقول هذا ما في مصلحة أنكم تحدثون عنه تقولون فلان يعمل كذا وفلان يعمل كذا، لكن مناصحته تنصحونه أن يترك هذه العادة القبيحة، أما الكلام فيه فهذا ما يجدي شيئا. نعم، الكلام فيه وهو غايب ما يجدي شيئا.